وللحديث عن هذا الموضوع معنا من الرباط الأستاذ عبد الفتاح الزين، الأستاذ الجامعي والباحث في قضايا الهجرة. مرحبا بكم سيدي الكريم. أهلا بكم يعني. أستاذ الزين، هل أنتم في الاستماع؟ نعم أنا في الاستماع، تفضل. دكتور، لا أحد ينكر أن المغرب يعني ينهج سياسة رائدة في إفريقيا في مجال الهجرة عبر احتضان وتسوية وضعيات آلاف المهاجرين، وأيضا تمكينهم من ظروف عيش كريمة وتنويع المبادرات لإدماجهم. لكن الأحداث الأخيرة التي عشناها في الناظور يعني أبانت عن مجموعة من يعني الحقائق، لعل أهمها خطر نشاط مافيا للتجارة بالبشر. أي خطر باتت تشكله هذه المافيات اليوم؟ أعتقد أنه كما جاء في سؤالكم أن المغرب وضع حكامة هجرة، يعني دعني أقول أنها رائدة على الصعيد الإفريقي وفي دول الجنوب، لكن يبدو على أن هذه الحكامة يعني أصبحت الآن يعني تتأرجح أو تدفع لأن تتخلى عن جانبها في ضمان الأمن الإنساني إلى تغليب الأمن الوطني. وهنا عندما أتحدث عن الأمن الإنساني فأنا أتحدث عنه وفق التعريف الذي تقدمه يعني الأمم المتحدة خاصة في تقريرها لسنة 1994 حول الهجرة، يعني حول التنمية، عندما تعرف على أن الأمن الإنساني هو مسألة تهم الإنسان في حقوقه، وأن الإنسان بقدر ما له حقوق عليه واجبات، وبالتالي فهو مطالب بالدفاع عن حقوقه، ولكن في إطار يعني احترام القوانين ومحاولة يعني التعامل معها بمنطقة التجويد ودفعها في إطار ترافع عن هذه الحقوق. لكن يبدو الآن على أنه اليوم عندما نرى هذه الجحافل، صحيح أنها يعني دعني أقول أنهم ربما حسب تعريف فرانس فانو من معدبي الأرض. لماذا؟ لأنهم أولا ليس لهم كرامة من حيث أن الدول دولهم الأصلية وبلدانهم الأصلية لم توفر لهم الكرامة الحقيقية، وبالتالي حاولوا أن يعوضوا عنها بنوع من البحث عنها في أماكن أخرى، ولكن بدل أن يتعاملوا أو يعاملوا الآخرين بنوع من الأريحية في إطار الدفاع عن هذه الحقوق، نرى أنه يقع اليوم صدام. هذا الصدام ليس لا في مصلحة المهاجرين، وهنا لا أعمم على كل المهاجرين، وليس كذلك في مصلحة الدول المستقبلة، لأنه يمس بما يمكن بما ندافع عنه نحن كحقوقيون وكباحثون، على أن الهجرة ليست ظاهرة، على أن الهجرة لها علاقة بالتنمية، على أن المهاجر يمكن أن يكون إذا ما توفرت له الظروف أن يكون أداة من أدوات هذه التنمية، وكذلك أداة من أدوات ربط الجسور بين بلدان المصدر وبلدان المقصد أو الاستقبال. لكن اليوم عندما نرى هذا، نرى على أن هؤلاء يقعون ضحايا يعني لمافيات التجارة بالبشر، وكذلك أنهم يعني يحاولون أن يدخلوا أعتذر في نوع من العنف الذي قد يمس بحقوقهم الإنسانية. إذا ما قارنت مثلا، وهذا سبق وأن قلته والصدفة دفعتنا مرحلة ما أن نتحدث عن هذه التحولات، إذا ما قارنا بين ما يقع في أمريكا الجنوبية وما يقع اليوم في إفريقيا، نرى على أنه في أمريكا الجنوبية هذه الحركات أو هذه يعني الموجات الهجروية يعني نجدها أنها مؤطرة في إطار حقوق، نجد أنها كذلك مؤطرة في إطار ترافع عن هذه الحقوق، أنها تحاول أن تنبذ العنف وأن تقنع الآخرين بأنها لا تبحث إلا عن الكرامة وأنها لا تبحث إلا عن حلول. طبيعة الحال أن ما يقع في أمريكا ليس هو ما يقع في إفريقيا، لأن اليوم أعتقد أن ما كان ينادي به المغرب أو ما نادى به المغرب حول ما يسمى بالمسؤولية يعني المشتركة،
هذه المسؤولية بين دول المصدر ودول العبور ودول المقصد. مع الأسف أن الكل حتى بعض جمعيات المجتمع المدني تلقي باللوم على دول يعني المصدر أو دول العبور، ونتناسى دول يعني المصدر، خاصة وأن هناك من دول العبور من بدأت تستعمل الهجرة كآلية من آليات الضغط والابتزاز. وأعتقد أن ما يقع في المغرب لا يدخل في هذا الإطار، وإنما يدخل في إطار مس بالأمن الوطني. أشكرك جزيل الشكر عبد الفتاح الزين، أستاذ الجامعة والباحث في قضايا الهجرة، على كل هذه التوضيحات معنا.